انا عايزه اتكلم عن جوازتها بقى الاولانيه. ليه بقى؟ لان حضرتك اللي عملت كل حاجه ايوه from A to بصي، Z. هو دودي لقيته، انا كنت في كان اسمه دودي. كان انا عندي دايف سنتر في اسكندريه يعني، او يعني لحد لما قفلته من سنه، سنه ونص. كان هو واخوه جولي عايزين نعمل مشروع، انا مش عارف مين دول، وبعدين كلامهم في المشروع مش ولسه صغننين يعني، مش فاهم حاجه يعني. مشروع ايه يا ابني ده؟ هتعمل ايه يعني؟ عايزين نشتغل مع حضرتك وهنعمل مع حضرتك. باين في ارجوك الصورة على فكرة ان حضرتك كنت فرحان بيها جدا، وهي ايه طبعا طبعا. وكبيرة وعاقلة وناضجة وقاعدة بتضحك فين معاك بقى؟ وكل قال لي حاجة. انا عايز اخطب ما انا ياسمين. فين من سنتين؟ هي طب يا فكرة ابني مش تيجي؟ السنتين. قال لي انا جيت خايفه اجي، قلت له لا اهلا بيك، بس الاهم حاجه تبقى هي موافقه. قال لي لا والله هي موافقه، و حبوا بعض هما الاتنين. وانا ما كانش عندي فكره قوي يعني. ف جت ياسمين قالت طيب، لا هو كويس، وهو دكتور عيون وعنده مستشفى في اسكندريه، فطيب نعمل حفله. قلت لها طب خلاص نعمل حفله بقى في الجنينه تحت على البسين، واقفل البسين ونحط الدي جي فوق في الحته اللي بناخد فيها شمس، ويعني نعمل كده ايه. كل حاجة في بيتك وعندك وانت اللي عامل كل حاجة. طبعا عندي في البيت، وجبنا حد يعمل الاكل. وبعدين مفيش، بعد كام شهر كده قال انكل احنا هنتجوز وهنعمل في الفور سيزون، طيب بس لازم نبعت لبلال لو هتعملوا الحكايه دي. وفعلا يعني بعتنا لبلال لازم يجي، وبلال جه وعمل فرح في الفور سيزون، كنت فرحان بيها جدا جدا. وحتى بعديها سنتين ولا حاجه، سنه ونص يعني، كانت الفتره دي هي لسه ما مثلتش.